نستهل قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا، حيث اهتمت يومية لوموند بالتقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول العمل المناخي الذي صدر أمسين الأربعاء. وفي إسبانيا ركزت صحيفة الموند على التراجع المسجل في الأسابيع الأخيرة على مستوى المنحى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن السيطرة على الموجة الثانية من الفيروس في إسبانيا أضحت تتضح بشكل متزايد في انخفاض معدل الإصابة التراكمي بالبلاد. صحيفة الجورنال الإيطالية كتبت أن أول رحلة جوية خالية من فيروس كورونا وصلت مساء أمس الأربعاء إلى مطار فيوميتشينو بروما قادمة من الولايات المتحدة، والتي لم يخضع المسافرون على متنها للحجر الصحي عند الوصول إلى البلاد. ونقرأ على صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين منحا للمحادثات وقتا إضافيا بتمديدها حتى يوم الأحد المقبل قصد إبرام اتفاق تجاري لما بعد البريكسيت أو فسح المجال لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.